اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن تقرير مهم جدا كنا منتظرينه منذ ما يقرب دلوقتي من شهر تقريبا الا كام يوم، وهو اليوم الحزين في تاريخ مصر، وهو يوم احداث ماسبيرو. تقرير لجنه تقصي الحقائق اللي بحثت في هذا الموضوع، موضوع احداث ماسبيرو، مين اللي مسؤولين عنه، مين المسؤول عن كل هؤلاء الضحايا المصريين، عن فقداننا ليهم. خلوني الاول ارحب بضيوفي، الاستاذه الدكتوره منى ذو الفقار، رئيس لجنه تقصي الحقائق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. دكتوره منى اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. والقاضي والمستشار امير رمزي، عضو لجنه العداله الوطنيه بمجلس الوزراء. ست المستشار اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتوره منى، يعني عايزه عناوين بس في البدايه لاهم ممكن نقول ما توصلت اليه اللجنه. اللجنة لازم بس الأول أقول أنه كان استندت إلى الشهادات الحية لعدد كبير جدا من الشهود اللي شاركوا في المظاهرة وضحايا وأسر الضحايا واللي كانوا شهود ولم يشاركوا، وأيضا استخدمنا الفيديوهات ووثقنا الشهادات. كنا في منتهى الحرص لأننا ما عندناش معلومات رسمية مثلا عن أسباب الوفاة. لما جالنا بيان وزارة الصحة جالنا بيقول ادي اللي توفوا ضحايا الشهداء اسباب الوفاه تحت تصرف النيابه، فما بتقولناش بتساعدناش بحاجه. فجبنا الشهادات الوفاه من اهالي الضحايا، في 28 ضحيه شهيد، منهم احنا عرفنا اسباب الوفاه ل 21 بس عن طريق شهادات الوفاه، في سبعه ما قدرناش نحصل عليهم. دي اول بيان مهم. من ال 28 دول احنا عندنا معلومات بمستندات رسميه عن 21، في منهم 12 قتلوا دهسا، يعني اتداسوا بالمركبات المدرعه وهي بتجري بسرعه جدا وسط الزحام وبتلف بشكل دائري سريع جدا، فداست 12 على الاقل، لان في سبعه ما نعرفش هم ماتوا ليه. ايضا في، وده مهم جدا، يعني ده كان اخطر انتهاك لحياه، للحق في الحياه بالنسبه لهؤلاء المواطنين. الانتهاك الثاني المهم جدا هو برضو انتهاك الحق في الحياه، لانه ضرب بالرصاص الحي، اطلق الرصاص الحي على سبع مواطنين مصريين، منهم سته من المواطنين المسيحيين وواحد من جنود الشرطة العسكرية، وده اللي أعلن، لأنه كان تلفزيون قال ثلاثة من الجنود سقطوا ثم قال واحد. فاحنا أيضا السبعة دول اللي احنا عارفين أنهم ماتوا شهداء ودمهم غالي علينا، من أطلق عليهم الرصاص؟ ده السؤال التاني. احنا بالشهادات الحية بعض الشهود قالوا أن الرصاص ده جاي من الشرطة العسكرية من فوق المدرعات، وبعض الشهود أيضا قالوا لا، المدرعات كانت بتضرب في شنك، الجنود كانوا بيضربوا في شنك، والشهادات دي يعني متواتره. وبعض الشهود قالوا لا، كان في موتوسيكلات جايه بتطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وعلى جنود الشرطه العسكريه. وفي شهادات مهمه جدا قالت انه كان هناك قناص بمجموعه تساعده من مطلع كوبري 6 اكتوبر قدام العماره اللي قبل فندق رمسيس هيلتون وكان بيضرب. احنا رجحنا السيناريو ده بتاع المدنيين، انا سميتهم المدنيين المجهولين، اللي هم عشان يعني زهقت من كلمه القله المندسه، وبقت يعني حاجه مبتذله. فقلت المدنيين المجهولين، لانهم لابسين مدني ولانهم مجهول، مش معروف هم مين ومش عارفين هم مين. اللي حصل انه الرصاص ده، السبعه دول شهادات الوفاه انهم اطلق عليهم الرصاص في الراس او الصدر، اللي هو مخالف يعني اطلاق الرصاص بهدف القتل. صح. فالسبعه دول راحوا كده هدر باطلاق الرصاص من المدنيين المجهولين. المدنيين المجهولين دول بيطلعوا لنا في كل مظاهره، طلعوا في وقت مسرح البالون، طلعوا في العباسية، طلعوا في عند السفارة الإسرائيلية، طلعوا في ماسبيرو على المظاهرة وهي جاية من شبرا، مرتين ضربوا المظاهرة في السكة بالطوب والإزاز وبالرصاص الحي، ثم جم بقى عند ماسبيرو راحوا ضاربين الستة قابلين للزيادة، لأن احنا في سبعة ما نعرفش ايه اللي حصل لهم ايه.
فستة وجندي من جنود القوات المسلحة. احنا بنتكلم على مسألة أصبحت غير مقبولة. غير مقبول إنه يبقى في بلطجية في مصر عندهم سلاح، أو هؤلاء البلطجية سواء بقى مأجورين سواء أصحاب مصالح في إنه مصر تظل مشتعلة وإنها لا تتقدم إلى الأمام ولا تقترب من تحقيق أهداف ثورتها. القصة دي مسألة مين اللي مسؤول إنه يحافظ على ويحمي حياة المصريين؟ مين؟ مين؟ قوات الأمن. سواء هذا الأمن في المرحلة دي هو الشرطة، هو القوات الجيش، القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية أو قواتها، أو قوات الأمن. مش ممكن البلد تستمر كده في هذا التراجع الأمني وفي وجود المدنيين المجهولين اللي هما بيعتدوا على المواطنين المصريين المسلمين. النقطة المهمة جدا ان هذه المظاهرة اللي ابتدت من شبرا ووصلت حوالي الساعة 4 كده، وصلت 6 وربع في ماسبيرو، كانت مظاهرة كبيرة جدا، يجي 50,000 على الأقل من المواطنين والمواطنات والأطفال المسيحيين والمواطنين والمواطنات المسلمين. يعني ما كانتش متضامنين معاهم، ما كانتش، وكانت سلمية بإجماع الشهود، وكانوا رايحين بالشموع، يعني ما كانش فيه ولا سلاح ولا غيره. والمظاهرة احنا شفناها على فكرة، شفنا فيديوهات قدموها لنا الشهود ما ظهرتش ولا على التلفزيون ولا على اليوتيوب، ومستمرة، خدت المظاهرة من أولها لآخرها مش متقطعة. فشفنا كل دقيقة، شفنا كل دقيقة وكل شعار وكل وخناقة، وحتى لما حد يعني يغلط بيلموه ازاي على طول ويصححوه، واتضربوا ازاي في السكة. يعني المسألة المظاهرة سلمية تماما. المتظاهرين دول كانوا بيطالبوا بحقوق، مش رايحين عشان يعتدوا على حد، وما معهمش أدوات للاعتداء على حد. إضافة انه يعني المصريين بشكل عام مسالمين، والمصريين المواطنين المصريين المسيحيين أكثر سلمية وتسامحا، لأنه بحكم حتى الدين المسيحي بيأمرهم أو بيركز جدا على قيمة التسامح وعدم العدوان. فإحنا بنتكلم على مظاهرة سلمية 100%، وده شيء مهم جدا. فاضل نقطة مهمة، إنه المظاهرة لما وصلت وحصل قربت بأعداد رهيبة، وحصل إنه الشرطة العسكرية ابتدت تبعدهم، يعني عايزة تبعدهم عن الاقتراب من ماسبيرو، وابتدى يبقى في طوبة تترمي، إزازة تترمي، احتكاك، ثم ضرب الشرطة العسكرية رصاص صوت، وابتدوا يدفعوهم للوراء، وقعوا فوق بعض والدنيا وناس تعورت، وحصل اطلاق الرصاص في نفس الوقت، ثم بدات المدرعات. كل القصه دي اللي حصل فيها الضحايا. فيجي بقى دور التلفزيون المصري، يعني التلفزيون المصري كلنا نتمنى ان هو يبقى في المكانه التي يستحقها، ان هو رائد وسائل الاعلام في الوطن العربي، في مصر والوطن، ده ما نتمناه، وهو جدير بهذا وقادر على هذا. لكن للاسف، لكن بقى لكن للاسف كان من 6 لغايه نشر 9 اللي هي الفتره الحساسه جدا، كانت الانباء بتاعته، شريط الاخبار كله مضلل، الحقيقه مجتزئه، كان في استعداء ضد المواطنين الاقباط، يعني قال انه الاقباط بيعتدوا على الجيش، فعلى طول قال للمواطن المشاهد، وقال ان الجيش سقط منه ضحايا وكذا وكذا، وما اتكلمش بقى انه في ضحايا، ما اتكلم من المواطنين المسيحيين، ما اتكلمش انه في اعتداء عليهم، لا كان بيتكلم دايما ان هم المواطنين، فاستعدى المشاهد عليهم. الجيش المصري له مكانه خاصه عند المصريين، فما يقول لهم ان دول بيعتدوا على الجيش وفي قتلى وجرحى وكذا، طبعا اولا الموضوع مش طبيعي، يعني الجيش المصري اولا ما حدش يعرف يضربه ولا يعتدي عليه، دي حاجه مش منطقيه. ثانيا انت حددت عدو ان هو الاقباط هم اللي عملوا، ثم اظهروا بقى كل المراسلين
انه الاقباط في كل حته عاملين مظاهرات وكانه في ثوره قبطيه في مصر ضد الامن والسلم. وكانت المساله الحقيقه فيها تضليل وفيها استعداء. وحصل بعد كده بعد التلفزيون والاعلام كله نقل عنهم بقى، ما هم هم المسائل دي يعني اللي شهد ما يحدث او هم اللي في المحيط بتاع الاحداث بالظبط، هم المصدر الاساسي للاخبار، فكل الاعلام نقل عنهم. فحصل طبعا استعداء، يعني لازم نعترف انه بعد كده الاعلام ابتدى الشائعات بقى، حرقوا المصحف، كلها شائعات كاذبه، وكل الصور قدامنا بتقول غير كده. نزلت الشائعات ابتدى يبقى فيه ايضا بعض الناس اللي ابتدت تبادر بانها، فحصل اعتداءات على بعض المتظاهرين من المواطنين المسيحيين بعد بسبب هذا الشائعات دي. وفعلا في ناس في حاله قاسيه جدا طعن في مواطن مسيحي لانه مسيحي يعني، وحصل اعتداء على المستشفى القبطي وعلى اسر الضحايا، يعني حصلت حاجات ولا هي من سلو بلدنا ولا هي ثقافتنا ولا هي حتى ولا هي ديننا، يعني حصلت حاجات مؤلمه جدا. ويعني احنا قدمنا في هذا دي الاحداث، احنا قدمنا اقتراحات وقدمنا قلنا حللنا الاسباب. طيب الوصلت انا هرجع حضرتك نعرف بقى الاقتراحات اللي حضراتكم قدمتوها فعلا، وانما عايزه اروح الاول في يعني سياده المستشار امير، رايك في او يعني ازاي قريت التقرير، يعني ايه اللي توقفت امامه في هذا التقرير؟ هو انا قريت يعني بعضه لان انا ما لحقتش التقرير اللي لسه صادر النهارده يا دكتوره. طبعا. لسه صادر النهارده وانا قريت بعضه، لان قريت يعني ربعه مثلا. كويس. هو تقرير سوي، انا يعني شفت فيه ان هو تعرضوا بالتفصيل على المسيره وتحركاتها. يمكن انا اخذت بس على التقرير جزئيتين بس، بعد كده كنت لسه بتكلم مع الدكتوره منى لقيتها ان هي يعني التقرير متدارك فيه الجزئيات ديت، ان هم لما جم يسببوا القتل فسببوه ازاي؟ لان انا في الاول لقيت التقرير مكتوب ان القتل كان نتيجه سير المركبات بطريقه سريعه. وبعد كده انا يعني سير المركبات بطريقه سريعه هم بعد كده تداركوها وقالوا ان هو مما يعني يصل الى مرتبه القتل العمد. تمام، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه فيما يتعلق باطلاق النار، واطلاق النار يعني العديد من الناس ذكروا بان اطلاق النار كان بقصد القتل واشترك فيه افراد من الشرطه العسكريه. تمام، لم يقصروها على افراد الشرطه العسكريه فقط، يعني انا برضو سمعت شهادات مختلفه من الناس، لكن كان يعني احنا عندنا صورة حقيقية موجودة انا جايبها من على اليوتيوب وشفتها في اماكن كثيرة وذكرتها القنوات العالمية. شفناها وذكرتها القنوات العالمية بان في احد سواء عساكر او ضباط متواجدين على قمة المدرعة وموجه الرشاش ناحية المواطنين وبيطلق النار، ويظهر من الصورة ديت النيران اللي هي بتاعت الرشاش. تمام، فالنيران هنا يعني واضحه جدا. طيب دي صوره حقيقيه يعني تثبت القتل العمد. تمام، لكن هنا طبعا الجزئيه الثانيه بقى، انتوا ما اعرفش هل انتوا تعرضتوا للمشهد ده بالذات؟ تعرضنا للمشهد ده، وقعدوا الحقيقه الباحثين ساعات طويله يعيدوا في اللقطه دي واستقروا اجمعوا. خلي بالك ان احنا بنعمل مداوله زي ما انتوا كده في المحاكم بتعملوا مداوله، لانه بيبقى في اراء انت مضطر ترجح، يعني انت طب انت شايف ايه؟ اقوال متضاربه، اقوال وبتلاقي اكثر بقى لما تلاقي اكثر من شهاده من مختلف التوجهات تركب على بعضها توثق بعضها بترجحي الاتجاه ده. مثلا المشهد ده قعدوا عليه الباحثين في المجلس مع الاستاذ ناصر امين عضو المجلس،